لو بتجيب حاجات مستعملة في بيتك فخلي بالك، علشان الحاجات دي من الركنة في كيانات تانية بتعتبرها ملكها. القصة اللي هحكيها لكم دي حصلت معايا أنا شخصيا. اكسبلور ويلا نبدأ. بدأت الحاجات المرعبة تحصل معانا من ساعة ما جبت مكتب مستعمل في بيتي. المكتب كان محطوط في مخزن لسنين طويلة جدا ومحدش بيستعمله. أول يوم المكتب يدخل في البيت حصلت حاجات غريبة ومرعبة، وأنا لسه بدخله من باب البيت النور فضل يرعش ولمبتين اتحرقوا في وقت واحد، محدش حط في باله خالص ودخلناه وتمام يعني، لحد ما بدأ الرعب يحصل معايا أنا شخصيا. فاكرين الوش اللي كنت بحطه ورايا في الخلفية؟ اللي متابعني من زمان عارفه كويس جدا. الوش ده كان بيتحرك من ورايا ويقرب مني، صدقني ما كانش بيكون فيه ولا نسمة هوا. ولما بدأت الناس اللي متابعاني تاخد بالها وتخاف انا شلته، لاني كنت مفكر ان هو اللي فيه حاجة غريبة. شلته وحطيته قدامي على المكتب وبقيت اصور من غيره، ولكن برضو الحاجات الغريبة والمرعبة ما خلصتش، لان في ليلة جت اختي وبنتها تبات عندنا وحصل معاها موقف مرعب جدا. لما بتيجي عندنا بتبيت في الاوضة اللي بصور فيها، فلانها بتاخد في بالها وبتخاف من القصص اللي بحكيها بتنام وهي مشغلة قرآن. وفي الليلة دي قامت مفزوعة على صوت الكرسي والوش اللي عليه بيتشال ويتهبدوا في الارض، ووصل معاها الموضوع ان القرآن اللي كانت مشغلاه انطفى لوحده. ولحد الموقف ده كان لازم فعلا ناخد المكتب وارجعه لصاحبه، ولكن حتى لما مشيته الحاجات المرعبة ما خلصتش. وفي الاخر ليك الحق يا صديقي تصدق او ما تصدقش، وبس كده.